السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. ان شاء الله تكونوا بألف خير ان شاء الله. تجر مع اخبار وجديد شبيبه القبائل يا جماعه. حاجه شويه ما تفرحش اليوم، اللي هي الثوره ربحت لنا الماتش مع غليزان، راهي ربحت شويه خلات الشبيبه تتراجع الى المركز الرابع، وامل الاربعاء احتمال كبير راه يواجه الشبيبه بالرديف. قبل هذا لايك يا جماعه بيوصلكم جديد، ابونيو في القناه تدعيما لنا. المهم دوماج اليوم صورة ربحت، كانت خاسرة والله كانت خاسرة، أنا قلت فرحت كي كانت خاسرة، راح تبقى الشبيبة في المركز الثالث، ولكن هذه هي كرة قدم، لازم الشبيبة دوك لازم تربح تبقى تربح في ليماش. جاتها أوكازيون، قال لك الأربعاء الأربعاء الأم الأربعاء راهم مازالوا مقرفين لحد الساعة، وقال لك ما فرواش وإضراب مفتوح، وقد يلعبوا مع شبيبة قبائل بفريق الرديف. هذه فرصة لشبيبة قبائل حتى تفوز بالمقابلة إن شاء الله، وتبقى محافظة المراتب هادو الرابعة الثالثة وكذا هذيك، لأنه الثورة هذه راح تجي عندنا وراح نربحوها بربي إن شاء الله. لازم سويح يعمل كثير كذا، لأنه والله صعب المراكز هادو الخمسة الأولين راهم صعب شوية، عندك شباب الوزداد الثورة، وعندك لامسية، وعندك شبيبة قبائل، وعندك اليوزمة. هادو تقدر تقول باللي الشبيبة لازم تلقى فرصة به تقدر تبقى محافظة على المركز الثالث. لما تحافظ على المركز الثالث لازمها دائما تبقى حاكمة في هذا المركز، ولما لا الشبيبة بدأت تعدل اللعب تاعها إن شاء الله، وبدأت تجي اللعبة تاعها إن شاء الله، وبداو اللاعبين يتفاهموا مع بعضهم في الملعب اللي كانت كارثيه. كنا نشوفوا ايكيب واحده اخرى، الان تحسن اللعب تاع الشبيبه بفضل بعض اللاعبين اللي انقذوا، تقدر تقول هما اللي انقذوا الشبيبه لما قاموا بانتدابهم، واصبحت هناك لعبه للشبيبه، اصبح هجوم الشبيبه يخلق الفرص، وهذه حاجه مليحه ان شاء الله. بقات حاجه واحده اللي هي العمل امام المرمى باه يجسدوا هذوك الفرص، وان شاء الله لما لا الشبيبه تكون دائما محافظه على، لازم تحافظ على البوديوم، لان كل ما يمروا المقابلات كل ما دوا شويه تصعب وتسير الدواء. ان شاء الله الشبيبه بفضل الارمده اللاعبين هذوك اللي زادوا شويه الاضافه تبقى محافظتنا على البوديوم. باه تبقى محافظتنا على البوديوم لازم تربح اللي في بلادها، ولازم دائما تجيب النقاط من برا، لازم الثروه بوانت ساعات نقطه والله ما تكفي، لاننا نلاحظوا في البوديوم كاين هناك فرق عندها خبره وعندها شويه تاريخ في الحوايج هادو، ومش بالسهل انك تطير معاها من البوديوم. نتمنى انه الشبيبه والسويه واللاعبين ما يتسهلوش في الحكايه هذه، وان شاء الله القادم افضل. نحن نطالب بالتركيز ثم التركيز، والجمهور راه وراكم، والجمهور راه يساند فيكم، والجمهور اصبح اكثر ثقه في ليكيب هذه مما كان عليه من قبل. هذا هو الفيديو تاعنا يا جماعه، ما تنساوش لايك دائما بيوصلكم الجديد، ابوني في القناه تدعيما لنا. كل التوفيق للشبيبه في المباريات القادمه ان شاء الله، خاصه تاع الاربعاء هذه ان شاء الله، ومع فيديو جديد. سلام خاوتي.